الجمعة 11 مارس، مساء الخير متابعينا على قناة 9. موعد نهاية الأسبوع، وليلة في لو رونديفو اخترنا أنه نحكيه على الأزمة الأوكرانية الروسية، تداعياتها على النظام العالمي، تداعياتها على المنطقة العربية، وتداعياتها على تونس. هذا كل بحضور الصافي سعيد الناشط السياسي والكاتب الصحفي. في جزءنا الأول زادة باقي نحكيه على نفس الموضوع، لكن المرة هذه بحضور خبير دولي، ويكون معنا هشام منصور رئيس جمعية مهني الطاقة. نحكي على تداعيات هذه الحرب على أسعار النفط والغاز وبقية المواد. هذا هو باش يكون الحوار الليلة. ويشاركني التحليل والنقاش خليفة بن سالم، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، شكرا لكم على المتابعة. ساعتين إذا من زمان، ولا ساعتين ونص، تكون الحرب الروسية الأوكرانية على طاولة النقاش، ونبدأ بآخر الأخبار. قامت مصالح وزارة الداخلية بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة يوم أمس بعديد الحملات المتزامنة بين وحدات الأمن والحرس الوطنيين على كامل تراب الجمهورية، واللي شملت المطاحن والمخازن المصرح بها والمخازن أيضا العشوائية، إضافة إلى مراقبة وسائل نقل البضائع على الطرقات. وأدت الحملات هذه وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية إلى حجز 171 طن من السميد والفارينة والمعجنات والأرز ومواد مدعمة مختلفة، وأيضا العديد من الأطنان من المواد الأخرى خلال 24 ساعة. نحكي على أطنان، أيضا نحكي على صفاقس بالتحديد، وين تمكنت البارحة الوحدات الأمنية من حجز كمية من المواد الأساسية المدعمة بعد مداهمة مخزن عشوائي بمنطقة بودريير في صفاقس لرحي المواد الأساسية المدعمة وتحويلها إلى علف للحيوانات. نحكي على الأبقار وعلى الدواجن على وجه الخصوص. تستمر الحملات خليفة، وتستمر الحجوزات بالأطنان، مواد فيها اللي مازال صالح للاستهلاك، فيها اللي ما عادش صالح للاستهلاك. ساعة قبل كل شيء خلينا نفسره، المواد هذه يتم حجزها، وين السيركوي اللي تعاود تمشي به من جديد مرة أخرى؟ الأكيد ترجع للدولة، الدولة تعاود تضخه في السوق مرة أخرى. طبعا هذا واقع موجود اليوم، وكشفت عنه الحملات هذه في نسق تصاعدي منذ أنه أعلن رئيس الجمهورية من مقر وزارة الداخلية عن الساعة الصفر اللي اعتبرها لانطلاق هذه الحرب اللي سماها حرب على الاحتكار والمضاربة واستهداف قوت التونسيين. شقولوا أنه هذا جزء من المشكل، فعلا جزء من المشكل، نضوب البضاعة في السوق متأتي جزء منه بفعل المضاربة والاحتكار اللي عندها أسباب ومسببات كبيرة وعديدة على الصورة المعنية أن تكشف عن حقيقة هذه المسببات. هي ربحية، هي كذلك ربما سياسية، هي ربما مرتبطة بمخاوف مستقبلية في توفر البضاعة من عدمها، هو ضرب من ضروب الابتزاز للترفيع في الأسعار حتى نصل إلى الخبز وغيره، وشفناها في كثير من الحالات في وضعية الحديد، شفناها في وضعية البيض وغيره، ثم دخلنا مرحلة الجدل وشفناها قبل في حكاية الحليب وغيره، الجدل على الأسعار. نقول هو جزء من المشكل اللي يعود إليه نضوب السوق كما قلت لك من هذه المادة. وهذه المقاربة بدورها الأمنية واللي هي مهمة ونثمنها وندعم خطواتها جزء من الحل، لأنه الحل أشمل وأشمل بكبير بكثير اليوم في البلاد، يعود لأسباب متعددة. ملاك حتى كان أطلت على الكلام، مرتبط بمستقبل ديوان الحبوب، مرتبط بمسألة المسالك متاع التوزيع، مرتبط باستراتيجيتنا في الأمن الغذائي، لأنه ثمة مشكل اليوم ممكن نحلوه هذا المشكل الظرفي، ولكن المشكل ولا عالمي في علاقة بالحبوب وبما يمكن
ممكن أن يتوفر في علاقة بالأسعار. خليفة، علاش البارح في كلامه على المضاربين، على المحتكرين، على الساعة صفر التي حانت وتعدد الحملات من أجل التضييق الخناق اللي نقوله على اللي يلعب بقوت التونسي، علاش ربطها رئيس الجمهورية البارح هالريوس الكبيرة والبارونات، ربطهم بخلفيات سياسية وبما هو سياسي؟ شوفتوا، هذه سياسة. هو يعتبر رئيس الجمهورية أنه الظرفية جاءت قصدية في علاقة بالجدل السياسي الدائر، لأنه أحنا قبل بشهرين كناش نعيشوا هذه الأزمة زادة، وهذا حقيقة. يعني هو نفسه يقول تقريبا من 4 جانفي بدأت المسألة ذي، وبدأ السوق يتنقص منه البضاعة، كمان حدث فجئي تزامن مع الأوضاع السياسية. القراءة تؤدي ضمن ما تؤدي إليه أنها في علاقة بما تشهد البلاد ومن جدل دائر حول إجراءات رئيس الجمهورية وخارج الطريق اللي يوضعها. هي قراءة من القراءات ممكنة وممكنة جدا. لا، في قادم الأيام طبعا التحقيقات يجب أن تكشف عن الخلفيات الحقية، اللي هي عصابات مافيوية ربحية مالية، أم أنها في نفس الوقت تتقاطع مع أهداف سياسية. هذا موجود. حبيت نحكي كالعادة ونرجع لموضوع الأمن الغذائي. اليوم بلدنا مش ممكن يكون يستورد حاجياته الغذائية بنسبة 60% من حاجياته القمح على سبيل الذكر. يعني احنا بلد تتوفر فيه جملة من الإمكانيات اللي تمكنوا أنه يحقق على الأقل اكتفاء الذاتي من مادة القمح. هذا مش متوفر، هذا يفتح فيه تحقيق وبحث فعلي علاش مشينا وصلنا لهذه المرحلة بعد ضرب تقريب منظومات الإنتاج التقليدية السائدة في البلاد. قلناها برشا وباش نعاودوها، لازم تدعيم الانتاج الداخلي، لازم تدعيم فلاحتنا التونسيه، الفلاح التونسي، تحسين الوضعيات، الاستجابه لمطالبهم. بالضبط، العالم الكل يحكي على الامن، سواء كان الغذائي او الامن في علاقه بالإنسانس والبترول وغيره. وان شاء الله قلناها البارح ونعاود نقولوها، ان شاء الله ما تكونش حملات ظرفيه موسميه مرتبطه فقط بفقدان بعض المواد الاساسيه في الاسواق، مرتبطه فقط بالتحضير لشهر رمضان. ان شاء الله نشوفوها دوريا لمزيد تضييق الخناق على الناس هذه اللي قاعده تلعب بقوت التونسي بالمواد الاساسيه هذه. ترافقها ان شاء الله في قادم الايام من قبل الحكومه خطه لاعاده هيكله كل المجالات المتدخلة في هذا القطاع، بدءا بوضعية ديوان الحبوب، قلت لك مرورا بمسألة مسالك التوزيع، وصولا عند القطاع الفلاحي والعمل مع القطاع الفلاحي وتوجيهه، وعملية استثمار مهمة وفاعلة وناجزة للأراضي الخصبة اللي موجودة في البلاد. وبإمكان الدولة، وهذا حتى في العالم المتقدم والعالم الديمقراطي والليبرالي وغيره، لتتدخل الدولة في موضوع الإنتاج إذا تعلق الأمر بالأمن الغذائي، لأنه هو جزء من الأمن القومي. اعتبرت حركة النهضة في ندوة صحفية لها اليوم أنه إطلاق سراح نور الدين البحيري شهادة براءة ليه وللحركة ولقيادتها، كما نبهت الحركة أيضا من خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي تمر به البلاد، وجدت الدعوة إلى حوار وطني للخروج من الأزمة. أكثر تفاصيل في هذا التقرير لراني محرزي. نفت حركة النهضة اليوم خلال ندوة صحفية ما تضمنه بلاغ وزارة الداخلية بأن الإقامة الجبرية التي خضع لها نائب رئيس الحركة نور الدين البحيري كانت في احترام تام لحقوق الإنسان من حيث السماح بالزيارة والإقامة والرعاية الطبية، معتبرة إطلاق سراح البحيري بمثابة شهادة البراءة له وللحركة وقيادتها. ما يقارب 70 يوم نور الدين البحيري في الحجز وفي الاختطاف القسري، ولم تثبت هذه السلطة ما ادعته أن نور الدين البحيري له ملفات يمكن أن تضعه معناها تحت ذمة القضاء، وهذا نعتبره من بين الانتهاكات الخطيرة اللي قادت سلطة 25 جويلية وقامت بها. ونعتبره أيضا الخروج متاع نور الدين البحيري هو أحد علامات فشل هذه السلطة. وفي تقييمه لمرحلة ما بعد 25 جويلية، اعتبر الخميري أن المؤشرات الحمراء التي وصلتها البلاد على جل المستويات غير مسبوقة وتنظر بالخطر، مشيرا إلى أن ميزانية السنة الحالية لم تغلق إلى حد الآن. الأوضاع الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية بالأساس تزداد سوء وتزداد تدهور، ونحن دخلنا من مرحلة الصعوبات اللي كنا فيها قبل 25 جويلية واللي ما ينكرها حتى سياسي إلى مرحلة الانهيار. اليوم فما
انهيار على المستوى الاقتصادي وفيه انعكاس كبير على المستوى الاجتماعي. هذا واعتبر الناطق الرسمي باسم حركة النهضة أن آخر البدع ل 25 جويليا الاستشارة الإلكترونية التي وصفها بالفاشلة رغم تسخير كافة الإمكانيات لإنجاحها، منددا بتشريك القصر في هذه الاستشارة. هذه ساعة نعتبروها نحن في النهضة أكبر عملية تحية قاعدة تتم الآن. اليوم معتمدين وولات ومسؤولين في الإدارة التونسية يقع عليهم الضغط من أجل استعمال كل الطرق للمشاركة في عملية تحية الإلكتروني، القصد منها بالأساس إثبات أجندة معينة مفروضة على الشعب التونسي عبر أسئلتها الموجهة. وجددت حركة النهضة الدعوة إلى الحوار على اعتباره السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، معتبرة أن أخطر ما قامت به سلطة 25 جويليا هو وضع اليد على القضاء. وضع اليد على القضاء من خلال التعيين المباشر معناها للقضاة سواء بصفاتهم أو باختيارهم من قبل رئيس الجمهورية، نعتبره هذا ينهي القضاء المستقل ويحط القضاء في فكرة القضاء الوظيفي، القضاء العامل بالتعليمات. تونس ما عندها حتى خيار للخروج من أزمتها الراهنة ومن الصعوبات المتعددة والمركبة اللي تمثل تهديد خطير على البلاد وعلى المجتمع وعلى الدولة إلا بالحوار، ومن خلال الحوار المفتوح بلا استثناء وبلا شروط لكل المكونات السياسية ولكل المكونات الاجتماعية. وأكدت حركة النهضة خلال ندوة صحفية أنه بعد 7 أشهر من انقلاب 25 جويليا لم تثبت أي قضية فساد أو غيرها من التهم التي نسبت إلى الحركة أو أعضائها أو المقربين منها. هي الندوة هذه والعملية الاتصالية هذه كانت منتظرة من قبل حركة النهضة، لكن العنوان الأبرز خليفة اللي هبطت به للإعلام بها الندوة هذه هو الحديث في مسألة إطلاق سراح البحيري أو خلينا نقول رفع الإقامة الجبرية عنه، لكن من غادي لاحظنا أنه تم التطرق إلى المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، القضاء، مسألة الاستشارة الوطنية، يعني الحديث واخذ منحى آخر. ما أعتقدش أنه موضوع سيد نور الدين البحيري هو الموضوع الرئيسي لهذه الندوة وهي منتظرة. علاش؟ لأنها منطلقة من وضعية وقراءة سياسية. الآن مرت أشهر على إجراءات 25 جويلية، تعتبر حركة النهضة نفسها الآن خارج منطق اللي كان محسوب عليها أنها ستدخل دائرة المحاسبة، ونشوف قيادات من قبل حركة النهضة في المحاكم وربما في السجون وغيرها، وهذه قراءة نفسها اللي تقولها كثير من الأوساط حتى المعارضة لحركة النهضة واللي تعتبر أنه هذا المنجز لم ينجز أبدا، وأنه رئيس الجمهورية ما مشاش في هذا الخيار. تو نفسروا علاش، أنا في تقديري طبعا رئيس الجمهورية مشاش في هذا الخيار ومتمسك كثيرا بمسألة القانون والقضاء اللي تعبر عنه مش إرادة ذاتية. طبعا المنطلق تحدثوا عن الإقامة الجبرية وغيرها ماهوش تفصيلية قانونية، احنا الآن في حي السياسة، تفصيلية قانونية يقولك القانون موجود بناء على 78 كان الأولى والأحرى حركة النهضة تنحي القانون هذا وقت اللي كانت 10 سنوات فاعلة في السلطة سواء تحكم مباشرة أو غير مباشرة، ووقعت كثير من الشخصيات في السابق حتى قبل 25 جويلية تحت الإقامة الجبرية في إطار ما عرف بالإجراء الاحترازي. هو إجراء الحقيقة سيء الذكر، هذا واضح ولا يناقش، ولكن مسؤولية استمراره لحركة النهضة المسؤولية السياسية الكبيرة. خصوم حركة النهضة مازالوا يعتبروا أنه الحل أن تكون حركة النهضة في السجن. المقارب اللي ماشي فيه رئيس الجمهورية واضح يريد أن يتمسك كما قلنا بمسائل موجودة في الدستور وفي القوانين وفي القضاء وغيره، والمدخل بالنسبة له هو إصلاح القضاء. بعد إصلاح القضاء ستتبعه بضرورة النتائج تلك بما فيها ربما محاكمة بعض قيادات حركة النهضة على معرفته البلاد طيلة هذه السنوات. خليفة، علاش عودة حركة النهضة حتى اليوم جدت الدعوة مرة أخرى للدعوة للحوار الوطني رغم أنه النتيجة معروفة مسبقا أو الجواب ورد مسبقا من رئيس الجمهورية وأنه رافض لهذه الدعوة لهذه المبادرة اللي جاءت حتى مش من حركة النهضة، من الاتحاد العام التونسي للشغل؟ الآن قراءة سياسية من قبل حركة النهضة هي المراهنة على تعمق الأزمة الاقتصادية، المصاعب اللي تعرفها البلاد وما هيش متخبية هذه المصاعب، في على جهة المقدرة الشرائية، على جهة صعوبة معناها تحريك ماكينة الاقتصاد، مشكلات في علاقة بمسألة النمو، مشكلات في علاقة بتزويد السوق، الظرفية العالمية ما تخدمناش إلا غالب كبلاد، وكل البلدان مش تكون متضررة بهذه الظرفية، وشفناها على سعر البترول وشفناها على
سعر الحبوب وربما يستتبعها كثير من الأشياء الأخرى، مشكلة الأدوية ومشكلة المديونية المالية العمومية ومشكلة الآن العجز على توفير موارد هذه الميزانية نظرا للبطء الحاصل في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي اللي مرتبط بدوره معناها ضمن مقاربة حركة النهضة بالأوضاع السياسية. هناك أطراف أخرى تطالب بهذا الحوار، طبعا حركة النهضة هي الآن تتعامل ببرغماتية مع هذا الوضع وفي قراءتها كما لو أنه الرئيس في وضعية سيئة على المستوى السياسي والاجتماعي، ربما هي تحاول تربح نقاط في هذا الشأن وتخرج نفسها وإحنا ما تحكمناش ما توقفناش ما 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 إذا نحن أبرياء. لا، هناك مسؤولية لا يمكن لحركة النهضة أن تتفسى منها مبدئيا نحن كمحللين هنا، هي المسؤولية السياسية. تشعر من المسؤولية السياسية، المشكل أن الوضعية هذه زادة اللي تعيش البلاد صعبة وصعبة، ولكن هي من مخلفات كذلك 10 سنوات من التخبط في إيجاد حلول فعلية للاقتصاد التونسي. من منطلق الوضعية الصعبة هذه يا خليفة، من منطلق الأزمة، من المفروض أنه جميع البلدان اللي تمر بأزمات كبيرة في تاريخها ثم تستنى الحسابات السياسية شوية وثم نوع من الوحدة، نوع لتغليب المصلحة الوطنية باش تعاود تنتعش شوية البلاد وبعد نرجع للمشهد السياسي ونرجع لخصومتنا السياسية ونرجع لجميع الملفات هذه. علاش إلا في تونس نلقاو الاستثناء هذا كل يغني على ليلى؟ لا لا، أنا ما نعتقدش في تونس وهذا ما هوش استثناء. يعني توا تحب تقنعني كي يقعد رجل الغنوشي جنب عبير موسي جنب قيس سعيد جنب محمد عبو جنب محمد الهمامي، معناها السميد مش هو اللي متوفر في السوق إلا كان مخبينه عندهم هما. لهذه قراءة سياسية مش بالضرورة الاستقرار السياسي يمشي الاستقرار السياسي يؤدي إلى استقرار اقتصادي واستقرار اجتماعي كمعملويات. عنده بعدين، هناك الاستقرار الحكمي يعني على جهة الحكم، وهناك استقرار الطبقة السياسية. الطبقة السياسية لا تستقر حتى في المجتمعات، وكشوف في فرنسا الخصومات موجودة والتناقضات وغير توا حملة انتخابية وهما يعتبروا أنفسهم يواجهوا خطر خارجي خطير اسمه روسيا. يعني هالمقولة هذه الاستقرار السياسي قلت معناها كي تلمهم مع بعضهم في قاعة تحلت المشاكل، معناها لا، ثم زوز مقاربات، ثم مراهنة تقول احنا الآن تخطينا منطق الديمقراطية ودخلنا في انقلاب وغيرها، مراهنة وهي قراءة مستوردة، وهذه القراءة عندها كذلك راهو تبعاتها وفعلا جزء من الصعوبات تلاقيه تونس مع المفاوض الدولي مرتبط بذلك المسار. وهناك قراءة تقول أنه الحسم في الملف السياسي هذا بمراجعة الاختيارات اللي تمت تيلة 10 سنوات اللي أدت إلى التخبط السياسي اللي انعكس على التخبط الاقتصادي واللي أدى إلى المشكلات الاجتماعية، لابد من حسمه هذا نهائيا في علاقة بالدستور، في علاقة بالقانون الانتخاب، في علاقة بقانون الأحزاب، في علاقة بوضعية الفساد، في علاقة بقانون الجمعيات، في علاقة بوضعية الصحف، في علاقة بكل الوضعيات والإشكاليات. لابد من مقاربة جديدة لأنه تبين بعد 10 سنوات الماكينة ما مشاتش في علاقة بالمنظومة السياسية التي أرسيت في البلاد. هي قبل 25 جويلة ما هو موجود الحراك السياسي هذا في المشهد الحكمي، يعني في مجلس نواب الشعب وفي حكومات تقريبا ائتلافية بين أكثر من مكون سياسي. شنية معدلات النمو؟ لكن زاد أقول لك في نفس الوقت المقاربة الفردية والرؤية الوحيدة الواحدة زاد لا تؤدي إلى شيء. فماش رؤية تشاركية؟ أنت بغض النظر عن الأحزاب السياسية عندك منظمات اجتماعية، عندك مجتمع مدني، عندك منظمة الأعراف والاتحاد العام التونسي للشغل مثلا، كيفاش ما تتحاورش معاهم؟ كيفاش اليوم نحكيو على مفاوضات مع صندوق نقد دولي ونحن في وضع أزمة ونحن في حاجة إلى هذا التمويل الخارجي، وإلى حد اللحظة الاتحاد العام التونسي للشغل مازال ما هوش داخل في هذه الإصلاحات أو في هذه النظرة التشاركية للإصلاحات. المنظمات الاجتماعية وضعية، الأحزاب السياسية وضعية أخرى. أنا في تقدير حتى المفاوضات مع صندوق نقد ما هيش محل إجماع، هي ممكن تجمع 6-7 ثم رؤية أخرى في البلاد تريد القطع مع المنظومة التقليدية متاع الإقراض، تسلف خلص الشهاري، تسلف أصرف تسلف أصرف. راهو ثم ناس آخرين لازم نحترمهم في البلاد، وكعلاش قلنا نحن الآن نفسروا في وضعية سياسية نخرجوا من منطقة الاقتصاد وكلهم باش ينقذوا تونس وغير كلهم خذوا فرصهم وشفناهم كيفاش أنقذت تونس. كان تحب نحكيو بموضوعية، مش معناها أن الحلول فردية، مش معناها الدكتاتورية. أنا أعتقد القوة الحقيقية التي ستحد كل إمكانية للدكتاتورية هو الشعب التونسي في النهاية، والشعب التونسي كثور ماهوش شاورني أنا تقريبا، وهو ياخذ الإذن من أي حزب سياسي. وقت اللي هو باش يرفض أوضاع سيرفضها مباشر. الصراع اللي موجود في البلاد الآن المنوال التنموي، الصراع الموجود في البلاد التجربة اللي عشنا
عشناها 10 سنوات هل كانت مخصبة منتجة للديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات أم لا؟ هناك اختلافات في وجهات النظر، هل بالإمكان جمع كل وجهات النظر هذه على طاولة واحدة فعلا؟ أنا لا أعتقد هذا، الكلها تتصارع وقتاش ينتهي قيس سعيد، كل واحد يحب ينقص في الكرسي تيما، وهذا موجود من حقه طبعا، كل سياسي يحلم أنه يحكم البلاد وكل سياسي يفكر أنه هو يكون البديل، ولكن كي ندرس بموضوعية خارج الطبقة السياسية والحزبية وما نكونوش فاعلين مجرد ملاحظين، نعرف أنه النسبة الكبيرة أخذوا حظوظهم من هذه التجربة ورأينا بعيننا هذه المشكلات. نحكي على مسألة أخرى بالتحديد على تدوينة للأستاذ المحامي منير بن صالحة، وين أعلن فيها أنه قاضي تحقيق بالقطب القضائي المالي أحال كل من رئيس حركة النهضة رشيد الغنوشي والقيادي بالحركة رفيق عبد السلام على المجلس الجناحي كمتهمين من أجل تلقي الحزب لتمويلات أجنبية. ويوضح أيضا أنه التهمة هي ارتكاب حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني رشيد الخريجي لجريمة قبول حزب سياسي تمويل مباشر صادر عن جهة أجنبية بمشاركة رفيق عبد السلام في ذلك وفق نص التدوينة. اتصلنا بدورنا فريق البرنامج، اتصل بعماد الخميري الناطق الرسمي باسم الحركة ونفى ذلك تماما. ممكن ما نعرفوش توها خاطر هذه التدوينة متاع سي منير بن صالحة المحامي، الجهة الرسمية اللي هي حركة النهضة أو القضاء لحد الآن لم نتلقى منهم مسألة رسمية، ولكنها تعكس مستويين. ها مش قول هي ها جزء من المجتمع التونسي اللي عبر عنه سي بن صالحة يعتبر أنه حركة النهضة يلزم تكون تتحاكم، ويعتبر أنه الوضعية الانتخابية الحالية غير شرعية بناء على بعض تقارير في محكمة المحاسبات، وبناء على أنه لم يقع الحسم في موضوع الملفات هذه من ضمنها قضية التمويلات الأجنبية. يرفض مثلا في النهاية لو كان جاء فاعل سياسي أو حزبي يقولك نجلس لحركة النهضة باعتبارها متورطة في هذا الشكل من أشكال التمويل الأجنبي اللي هو ينص على القانون عليه ويمنعه. هي ايش تحب تعمل في اللحظة هذه؟ كعلاش قلت لك المشهد السياسي نفسه فشل في أكثر من مناسبة أن يوجد الحد الأدنى من الأرضية المشتركة اللي ممكن لو كانت بنات هيا باي وقتها نحاجه رئيس قيس سعيد قلوا له سيدي هام مجمعين وعملوا ناطق رسمي واحد هذه اللمة السياسية الكلها اسمه السيد رشيد الغنوشي أو فلان أو فلان، هي جاء أقبل تفاوض به. هو كل طرف يمثل كان نفسه في نهاية الأمر، زد على هذه الأطراف مش بالضرورة تمثل الشعب التونسي، راه كل واحد يقول لك نمثل الشعب، حتى أنا بإمكاني تو نحكي باسم الشعب التونسي. هو الشعب فقط التونسي منير بن صالحة منير بن صالحة يقول قايل شنو وصفته باش يحط التدوين هذايا ويسوق الخبر هذايا، هو ممثل عدد من الجمعيات المتابعة لقضية التمويل الأجنبي التي أثارتها النيابة العمومية. بهذه عندها صوت ولا ما عندهاش صوت؟ عندها حقها في رأي ولا ما عندهاش حق في رأي؟ نشاركوها في الحوار هذا ولا ما نشاركوهاش؟ تقبل هي تجلس إلى لكن ما صارتش الخطوة لا نحو هذا ولا نحو ذاك يا خليفة، لا صارت مع المجتمع المدني، لا صارت مع الجمعيات، لا صارت مع المنظمات الكبرى، ولا صارت مع الأحزاب. أصلي المنظومة اللي تشكلت منظومة تنافرية متاع محاصصة متاع بلقنة سياسية، قالش ما أدتش إلى وجود هل بين ظفرين السلم السياسي؟ ممكن موجود هذا كله، ولكنها كانت مبنية أساسا تدفع إلى التنافر والخصومات أكثر من إيجاد الحلول. يعني أحنا طول كلهم يطالبون الآن بالحوار وبالقاسم مشترك وبالمعناها الاتفاق فيما بين بعضهم البعض، ولكن في نفس الوقت وقت يوجهوا السهام تجاه أنفسهم كما لو كانوا في حرب. أنت أغزر وتابع توا طبيعة الخطاب السياسي السائد من مثلا حركة النهضة تجاه عبير موسي، تو تلقاه خطاب حربي. شوف الخطاب الموجه من عبير موسي في اتجاه طرف آخر تلقاه خطاب حربي، شوف الخطاب الموجه من طرف الجبهة الأخرى تجاه الجبهة تلك. يعني التشنج والخصومات والاحترام هو نفسه موجود بين بعضهم البعض. فقط لو تسمح لي ثم تحيين للخبر، ثم تحيين للخبر. قرر قاضي التحقيق فيما يعرف بقضية اللوبيينج إحالة حزب حركة النهضة في شخص ممثله القانوني وأحد من ثبت ضلوعه في إبرام عقد الاستشهار من قيادات الحزب، قرر إحالتهم على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل الحصول على تمويل أجنبي لحملة انتخابية وقبول تمويل مباشر مجهول المصدر للأول بمشاركة الثاني ليه أي القيادي الثاني. هذايا في بلاغ صادر عن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس، ويقول أنه القضية التحقيقية المنشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية والتشريعية
سنة 2019 المعروفة بقضية اللوبيينج، قد ختم البحث فيها بتاريخ يوم الجمعة 11 مارس 2022. إذن أصبح الخبر رسميا. احنا أولا شفنا كثير من الشخصيات السياسية اللي ترشحت للانتخابات 2019 تقريب صدرت في شأنها أحكام في علاقة بمخالفات انتخابية دوما بناء على التقرير الصادرة في تقرير محكمة المحاسبات. نفس الشيء بالنسبة لحركة النهضة، ورد معناها ذكرها في علاقة بالتقارير المتابعة لمجريات الانتخابات السابقة، وأساسا موضوع اللوبينج اللي هو نعتقد أنه الملف طال، وهذا ضمن جزء من المعضلات اللي كنا تحدثنا عليها سابقا واللي قيلت في علاقة بالانتخابات. طول الإجراءات راهو ما عنده حتى نجاعة في علاقة بمشهد انتخابي حسم أمره في أكتوبر 2019، نجد أنفسنا الآن في مارس 2022 ما زلنا نحسم القضية، ولولا يمكن الإجراءات متاع 25 جويلة وإعادة موضوع مسألة على القضاء والكلمات وغيرها والخطابات اللي قاعد يكررها رئيس الجمهورية حول استحثاث الأمر في علاقة بهذه المجريات القضائية، ممكن راهو طول العملية تصدر الأحكام كان في 24، وقتها الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والتشريعي انتهى. شنو هي الجدوى والمعنى من النتائج معنى حكمية في علاقة بمجريات انتخابية بعد نهاية المدة النيابية أو الرئاسية للشخصيات المترشحة؟ كعلاش قلنا بالفعل هناك أكثر من مشكل. يبقى أنه الإجراءات على كل حال هذا جزء من الإيجابي فيها أنها دفعت إلى استحثاث الأمر، كل واحد حقه، يعني في النهاية نعتقد جميع مجمعين على الثقة في القضاء بصفة عامة، وبالتالي كل واحد حمل مسؤولية أفعال. ومدامنا نحكيه على القضاء باش نحكيه على ملف ثاني ونقضات الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس. فجر اليوم قضات بالحط من العقوبة السجنية الصادرة في حق رجل الأعمال شفيق جرية وموظفين ببلدية المرسى في القضية المتعلقة بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة. بعد اذا ينضم لنا عبر الهاتف باش نفهموا اكثر تفاصيل حول الملف هذايا الحبيب الطرخاني الناطق الرسمي باسم محكمه الاستئناف بتونس. مساء النور. باهي يرجع لنا بعد قليل نحاولوا نتحصلوا عليه باش نفهموا اكثر تفاصيل. خليفه هذايا ملف اخر تحرك بعد سنوات تم الحط من الاحكام الابتدائيه الى 5 سنوات، من 10 إلى 5 سنوات. نشوف المنطلق نتاع الملف، أهم من يسأل عليه بعض مش كل اللي يحكيوا على الإقامات الجبرية الآن. هو كيفاش بدأ الملف نتاع بعض اش معناه لمن تلمح؟ يعني بعض القوى السياسية اللي كانت في الحكم في تلك الفترة والإجراءات نتاع الإقامة الجبرية ثم وضع الناس في السجون انطلقت في فترة المنطلق نتاع السيد يوسف الشاهد وحركة النهضة. تيمو هذا عشناه، تيمو شفناه في واضح النهار وكيفاش هزوه الرجل تقريبا معناها من قهوه ولا في دار ولا ما نعرفش، ولكن معناها هزوه وهزوه محل اقامه جبريه ثم تحول الى المحكمه وغير. وهناك قضيتين، ثم قضيه الاولى اللي هي بالفعل كانت مشكله كبيره وبعد مده من السجن يحكم عليهم بالبراءه اللي فيها سيد صابر العجيلي وعماد عاشور اللي زوز قيادات امنيه بارزه، وشفنا في تلك الفتره ما تكلم عليهم حد من بعض ديما نقولوا احنا نسبه اللي هما الان يشتكيوا من هذه الاوضاع. هما انفسهم كانوا موجودين في ركاب السلطه وما تكلموش وقتها، وتكلمت ناس اخرى وقالوا مش معقول وهذم قيادات امنيه وكيفاش وكيفاش. وقتها وضعت بعض الشخصيات الاخرى في الاقامه الجبريه، لكن الملف اللي كنا نحكيوا عليه راه ملف اخر مش تاع ام دوله آخر. طبعا أيوة. هذا ملف اخر لانه الشخصيه معناها بتاع السيد شفيق جرايه ارتبطت به الملف هذا وموضوع التدليس على ما يبدو في علاقة بعقود وغيرها. في نهاية الأمر بعد الحكم ب10 سنوات انتهى الأمر إلى الحكم ب5 سنوات. بيه ما نعرفش إذا كان رجعلنا لحبيب طرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس. مساء النور، أهلا وسهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بالسادة المشاهدين. شكرا لك على تلبية الدعوة الهاتفية. هل من تفاصيل إضافية حول هذا القرار اللي يخص الحط من الأحكام السجنية في حق شفيق جرية؟ هو كما تفضلت وقلت قضت في الدائره الجنائيه المختصه بالنظر في قضيه الفساد المالي فجر هذا اليوم هي حوالي الساعه 4 صباحا بسجن المتهم المذكور مده 5 أعوام في خصوص ضياع بقضايا تدليس ومسك واستعمال مدلس لعدد 4 عقود متعلقه بعقارات كانت موضوع مصادره في الأرض.
ما زلت تسمع فينا الحبيب طرخاني؟ نعم. إذا الحط وقع بضم ثلاث قضايا بعضها لبعض هكا؟ اي هكا هو من الأصل كان الحكم الابتدائي بالسجن لمدة 10 أعوام لكل قضية مع ضم ثلاثة قضايا وأصبح بذلك معناها السجن النافذ هو 10 سنوات وفي الدائرة الجنائية محكمة الجنايات في تونس فجر اليوم خرجت الحكم من حيث المبدأ مع تعديلة بخصوص العقاب والنزول به إلى 5 سنوات أي في مجموع القضايا الأربعة أصبح العقوبة هي 5 سنوات سجن. ثم تم خلط وقت اللي تذكر اسم شفيق جراية تم خلط بين القضايا الأخرى تخص أمن الدولة والقضية هذه مثلا متعلقة بتدليس عقود بيع أملاك مصادرة اللي تحكم اليوم أو الأحكام اللي صدرت اليوم واللي تم الحط منها خلينا مثال نزيد ونوضح تخص أي ملفات باش الرأي العام هكاك يفهم بالضبط المعلومة بشنو تتعلق بالضبط عقود في تدليس عقود بيع نتاع عقارات نتاع املاك مصادره كانت على ضمن احد الاشخاص الموجود معناها ضمن القائمه نتاع المصادره والتدليس وقع على اساس انها تمت قبل تاريخ المصادره قبل الثوره. باش نحكيو على مسألة أخرى وملف آخر لحبيب طرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس على قرارات دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس بخصوص ملف النفايات الإيطالية اللي تم استجلابه من محكمة سوسة المرة هذه. هو في الأصل كان في محكمة سوسة وتم استجلابه ويعت نفسه أمام محكمة الاستئناف بتونس وبتاريخ 10 مارس تولت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس كما قلنا النظر فيما يعرف بملفات بملف النفايات الإيطالية وذلك بتوجيه تهم استغلال موظف عمومي لصفته لاستغلال فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والأدب الإدارة ومخالفة ترتيب المنطبقة على تلك العمليات هذه التهم بالنسبة اللي عندهم صفة موظف من ضمن المتهمين وبالنسبة للبقية هم المشاركة لهم في ذلك في خصوص هذه الضغط كما وجهت تهم أخرى وهي تكوين عصابة مفسدين بغاية الاعتداء على الأملاك والأشخاص وتهم التدليس ومصف استعمال المدلس والتوريث الممنوع بنفايات خطيرة وحالتهم طبعا لذلك على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ذلك يذكر أن الملف الأصلي كان فيه 26 متهم حفظت في حق 4 والبقية بالإحالة على الدائرة الجنائية كما قلنا 5 منهم موقوفين 1 بحال فرار والبقية بحال سراح. واضح حبيب طرخاني تبقى معنا تفاعل من خليفة عودة على ملف سيد شفيق جراية سي الحبيب يعني هو الملف اللي الآن الحكم عليه في علاقة بالتدليس يعني عقود بما قيمتها كم يعني بالضبط يعني الموضوع هو عقود مساكن أو تم بيع هذه المساكن أو ماذا؟ هل تؤكد أنه المبلغ المستولى عليه قرابة 15 مليار في الأربع عقود اللي حكينا عليهم هذية؟ والله ما عندي تفاصيل بالضبط بالنسبة للمبلغ بالنسبة للعقود هي عقارات على ملك أحد الأشخاص ضمن قائمة المصادرة وبالتالي معناها اصبحت على ملك الدوله طبعا لقرار المصادره. المتهم اللي ذكرته هو دلس تواريخ العقود اي اصبحت قبل الثوره معناها تاريخ العقود اصبح قبل صدور تاريخ قرار المصادره وعليه معناها انتفع بذلك واصبحت العقود اصبحت العقارات هذيك على ملكه الخاص وسجلها بالرسوم العقاريه. واضح تفصل ليه بالطبيعة معناها وقعت تفصل ذلك وانطلقت الأبحاث في القضية واليوم إصدار الحكم كما بينا سابقا. شكرا لك الحبيب طرخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس على كل هذه التوضيحات. إذا وضح لنا نقطتين خليفة اللي هذه قضية أخرى قضية مختلفة أخرى عن القضية الأولى ولا مختلفة عن القضية الأولى. ملف النفاية الإيطالية أيضا ملف مهم جدا وكان محل متابعة غوندي فوناف لمدة طويلة مازال الموضوع محل نقاش وجدل هك تشوف ومع ذلك يعني الاستحثاث على مستوى المحاكم قاعد تم بسرعة القصوى وهذا هو المطلوب حسم هذه الملفات أولا تستفيد روع بما في ذلك حتى المتهم واللي هو ينتظر في براءته
يقضي أقل ما يمكن في السجن وقت اللي يبدأ القضاء يشتغل في أريحية خارج الضغوطات اللي كنا نعرفه أنه ثم جزء من عمل القضاء كان تحت ضغوطات سياسية نظراً لطبيعة الحكم. نقول مهما كانت إرادة الأفراد ولكن منظومة الحكم اللي كانت سائدة عندها إمكانية أنها تتدخل بطريقة أو بأخرى وتضع الجميع تحت الضغوطات. نحكي على مسألة أخرى أيضاً كانت محل متابعة فريق البرنامج في وقت سابق، وين أمضى اليوم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل كما قاعدين تشوفوا في الصورة نور الدين الطبوبي، أمضوا الاتفاق الخاص بالنظام الأساسي الخاص بعوان المعهد الوطني للإحصاء بحضور المدير العام للمعهد وأعضاء النقابة الأساسية. وتم أيضاً خلال الجلسة هذه ضبط روزنامة لتفعيل هذا النظام الأساسي، كما تم الاتفاق على مواصلة عقد اجتماعات دورية للنظر في النقاط الترتيبية والمالية بالتنسيق مع مصالح رئاسة الحكومة، مصالح وزارة المالية، وأيضا إحالة مشروع أمر رئاسي إلى مصالح رئاسة الحكومة يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي الخاص بأعوان المعهد متفق عليه بين كل الأطراف المالية في أجل لا يتجاوز 4 أشهر وفق محضر الاتفاق. كنا سبق وتحدثنا على الإضراب اللي هو سابقة من نوعها لأعوان المعهد الوطني للإحصاء واللي طول كان من بداية جانفي، ونتيجة كانت هو عدم معرفتنا للأرقام والمؤشرات والإحصائيات الرسمية اللي عندها علاقة مباشرة بالاقتصاد التونسي. نجم نقولوا تحل المشكل هذا اليوم إن شاء الله يكون تحل يعني بصفة نهائية. تعرف احنا عرفنا قضية القانون الأساسي وشفناها في موضوع الصناديق الاجتماعية ووقع معناها انزالوا على مستوى الرائد الرسمي، ثم الناس يشتغلوا في الصناديق الاجتماعية اعتبروه كأنها عملية غير جدية نظرا لأنه التفعيل يتم في 23، ثم إجراء التفعيل المالي بأمر من الوزير المكلف بالوزارة المعنية ورجعنا لتلك اللخبطة. الحمد لله تحل احنا كما نقولوا الموضوع هذا اللي الحقيقة طال ياسر، لأنه بلاد من غير معهد إحصاء ما تنجمش تشتغل، وراو هذا الأدنى على كل حال في مستوى المعلومة في علاقة بالدولة. الدولة ما عندهاش التابلو الرئيسية اللي تتصرف بها انطلاقا من المقاربات والإحصائيات اللي يقدمها معهد الإحصاء، حتى قلنا في مفاوضاتها مع صندوق نقد الدولة، حتى قلنا أمك صنافة كما قلنا في علاقة بالمؤشرات الموجودة في البلاد تعتمد على معهد الإحصاء باش تقدم هي التصنيفات متاعها، من ضمن ما تعتمد طبعا باش تقدم التصنيفات متاعها. معهد الإحصاء أضرب تقريبا من نهاية شهر جانفي إلى اليوم يعني حوالي شهرين أو أكثر من شهرين، ما عرفناش المبررات الفعلية والحقيقية وراء هذا الإضراب اللي هو يعتبر إضراب مفتوح ووحشي، ولكن مع ذلك كان الجميع في المستوى لفض هذه المسألة عبر الطرائق التفاوضية وإبرام اللازم. هذا إكزامبل ونموذج ورينا خليفة اللي وقت اللي وقت نتحاوروا ونتفاوضوا ونشوفوا النقاط الخلافية نقطة بنقطة ونحاولوا نحلوها نوصلوا نتيجة. أنت قبيل أعطيت الإكزامبل متاع الصناديق الاجتماعية ومسألة بداية تفعيل النظام الأساسي انطلاقا من 2023 واللي هذيك نقطة الاختلاف الكبيرة. هاو أعطينا مثال أنه نجم أنه قادرين نفضوا إشكالياتنا بالحوار وما بيناتنا ونفصلوها نقطة نقطة. إشكالياتنا مش نفضوا إشكالياتنا، نأجلوا فيه. هو هذا هو اللي جيناه، طالما أنه ما ثماش مصارحة في حقيقة الأوضاع وش نجم تقدم الدولة بالفعل، قاعدين نجلوا في المشكلات. هي ومضي الاتفاقية وجاء عام آخر وجاء الأزمة الاقتصادية، تحنا ما نعرفوش بعد 6 شهور كيفاش تكون الوضعية متاع المالية العمومية في البلاد. إذا كان لا قدر الله ما تفتحش أبواب مفاوضات مع الصندوق أو بعض المانحين أو بعض الدول أو بعض الدوائر المالية الدولية، ما نعرفوش في قادم الأيام. لكن إذا كان الماكينة كما قلت لك بتاع الاقتصاد ماهيش قاعدة تتحرك، وكيفاش تحل هالمفاوضات؟ ممكن تولي تفكر تقش شهري للخدامة والموظفين، ما نخبوهاش هذه الوقاية. يعني القضية مش مجرد أنه نلتقي ونتفاوضوا ونتناقشوا وهذا كلش قاعد يتم السنوات الماضية الكل، وهي النتيجة. مش النتيجة راهو نعيشوا فيه في الأوضاع هذه، لأنها بدأت بعد 25 جويلية ولا في البلاد واحد بركة يخطب كل يوم ويتكلم لا هذا واقع. شكون المسؤول علي المصارحة علي نقولوا ها هو وضعنا راهو هذا اللي عندنا وهذا اللي نطمحوا نمشيله. مسؤول مش كل واحد يخرج ينتقد الآخرين ولا عمره تحمل مسؤولية. هات واحد تو من هالكل تشوف فيهم قبيلة وتعدي فيهم
في الفيتيارات من الأحزاب السياسية وغيرها قرروا وأنا فعلا مسؤول. لا يقولوها كلمة عامة، والله احنا نتحمل مسؤوليتنا في هذا ويجب نصلحه ونجيب. لا مشيتش تتحاكم. الحكومة هي من تمضي الاتفاقات والدولة تستمر. الحكومة تمضي الاتفاقات والدولة تستمر. الآن الحكومة بغض النظر على شكون شدها الحكومة لا هذيك. متفقين الآن الحكومة مسؤولة، ولكن هناك مسؤولات بالتبعات طيلة السنوات الماضية. الجميع يلزم يقف أمام المرآة، يعطينا الكشف من عنده هو، ثم يتعدى يتحاكم. خطر المسؤوليات فيها تبعات، هذه مش كان مسؤولية سياسية رو واحد مشى في اختيارات ولا أعطى أمال للتوانسة ولا قال جمل رنانة في الانتخابات والله قالها وتحب مسؤولية، لا كانت عندها تبعات وأساسا على علاقة بالاقتصاد في البلاد. هل أنا هالخزين كلها زيت روحت بها أنا لداري؟ تيمو اللي كانوا يحكموا هم كانوا يتصرف. هالقروض اللي خذاوا خذيناها احنا في البلاتو ما خذاتها الدولة، خذاتها الدولة. خلينا نفهم حكومات عندها مسؤوليات سياسية وأحزاب وراها. نحكي على الدبلوماسيات بمختلف أنواعها. على ما يبدو أن الدبلوماسية البرلمانية عادت من جديد. علاش؟ لأنه على الصفحة الرسمية لراشد الغنوشي تصور موجودين صور، والنص المرفق يقول استقبل الأستاذ راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب بمكتبه سعادة السيدة هيلين وينترتون سفيرة أو سفيرة المملكة المتحدة لدى تونس، وتناول اللقاء علاقات الصداقة بين البلدين على ضوء المستجدات الأخيرة في تونس والعالم. كيفاش نفهموا المساج هذايا والرسالة هذايا واللقاء هذايا خليفة؟ اللقاء هذا أنا وكنت دوما نقوله راهو عندنا شركاء فيما نعيش فيه في البلاد رغم عنا ودخلوهم ولا شركاء موجودين وفاعلين. هاك علاش قلت لك أنا هالاستحقاق اللي تم الكل هو صناعة تونسية 100% أم لا؟ احنا نوضع في جزء من أجزاء ما نعيشه الآن على المستوى السياسي كما لو كنا في وصاية، تنشوفوا السفراء ويدبروا على هذا ويجيبوا في هذا ويحكيوا مع هذا ويتصرفوا مع هذا. ولا أعتقد أن اللقاء باعتبار السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، لا باعتبار راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة هي إحدى القوى السياسية في البلاد. لو راشد الغنوشي يجد وأنا متأكد حسابه السياسي في علاقة بأي استحقاق آخر ماهوش محتاج فيه البرلمان، تو يحلوا البرلمان، تو تشوف النواب اللي معاه هذوم الكل تو يلقى روم يحلم. ولا عنده معناها غدوة لو كان يلقى حساباته هو السياسية في حزبه في علاقة بمجريات المستقبلية اللي يرى فيها روحه هو فاعل ومهم ورئيسي قادر يحل. وتقالت هذا على مستوى الكواليس فترات معينة، لهات نعملوا جلسة وتو نحلوا البرلمان. انت شاورت النواب الكل مقابلين هالفكرة هذه ولا مش فكرة؟ احنا الآن في لعبة سياسية مقدوش نراوغوا في هذا. مجلس النواب الآن هو مجلس سيد راشد الغنوشي، واضح الآن، لأنه النواب فيهم كتل فيهم أحزاب فيهم نواب مستقلين هذوما كلهم مع السيد راشد الغنوشي. هناك ائتلاف برلماني كان متشكل قبل 25 جويلة ما زال فعلا نقول أنا متماسك يشتغل مع بعضه البعض ويرى مستقبله في أنه يكونوا مع بعضهم البعض. ولكن هو قوى برلمانية أخرى، أو كان عندك حركة الشعب، عندك التيار الديمقراطي، عندك التيار الديمقراطي حركة الشعب عبير موسي الدستوري الحر، هذه كلها كتل، كتل معناها الوطنية، كتل تحية تونس، غيرها كثير من الكتل الحزبية اللي هي ما هيش بالضرورة في تناغم مع سياسات راشد الغنوشي على مستوى مجلس النواب. نفذ اليوم الصباح صحفي التلفزة الوطنية وقفة احتجاجية أمام مقر القناة، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه انحراف المكلفة بتسيير المؤسسة بالخط التحريري وفق تعبيرهم. أكثر تفاصيل تمدنا بها أميرة محمد نائبة رئيس نقابة الصحفيين. مساء النور، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا بك ملاك. نرجع شوية على الرسالة الموجهة اليوم من خلال الاحتجاج هذايا ومن خلال الوقفة الاحتجاجية من أمام مقر التلفزة الوطنية. أميرة محمد، والله هي كانت وقفة رمزية اليوم، وكانت بداية دق قزح خطر اليوم على قطاع الإعلام، لأنه للأسف ملاك اللي نشوفه فيه اليوم في التعاطي السلبي من الحكومة مع ملف الإعلام حاجة ما تبشرش بخير، وبالعكس مؤشرات على أنه فما خطر يهدد قطاع الإعلام ويهدد حرية التعبير. نبدأ بالتلفزة التونسية. أكيد ما يخفاش على التوانسة الكل أنه التلفزة برغم العدد اللي فيها من
الصحفيين ومن التقنيين ومن المصورين الصحفيين ومن المخرجين وغيرها. فيها برنامج ياسين يتعدى كل عشية، يوجه في الرأي العام نحو رؤية وحيدة، فكرة وحيدة، ممنوع عليه الرأي المخالف. الأحزاب السياسية والمجتمع المدني اللي عندهم آراء مختلفة مع توجهات الرئيس كلهم ما يشاركوش في البرنامج هذا. الأحزاب السياسية حتى اللي داعمة رئيس الجمهورية ما دخلتش لمقر التلفزة منذ تعيين المكلفة بتسيير التلفزة التونسية. بالإضافة إلى ذلك اليوم تم الاتفاق معها في جلسات نقابية قبل حتى شهر جانفي على أنه باش تعلم الصحفيين ببرمجة واضحة في شهر جانفي، وهذا ما صارش. في المقابل تقوم بهرسلة الصحفيين، تهديدات وترهيب لهم بمجالس الإدارة، منهم مش عاديهم على مجالس التأديب، عفوا مش عاديهم على مجالس التأديب، بالعقوبات وغيرها باش تسكت كل صوت يخالف التوجه الحالي للمكلفة بتسيير الحكومة. أنا نقول أنه اللي تقوم به اليوم تحويل مؤسسة التلفزة التونسية مؤسسة عمومية، المفروض أن هي تعكس الاختلاف اللي موجود داخل المجتمع التونسي، تعكس التنوع، تعكس يعني ما مكونات الدولة. مكونات الدولة راهي اليوم الدولة ما تكونهاش كان سلطة فقط، راهي الدولة تكونها الأجسام الوسيطة اللي يبدو أنه المكلفة ما تعترفش بها، بما أنه رئيس الجمهورية ما اعترفش بالأجسام الوسيطة فهي يلزمها تقوم بنفس الدور. هذا للأسف يعني ضرب واضح لحرية الأعلام خاصة العمومي، ضرب واضح لمحاولة السيطرة وإرجاع التلفزة لبوق دعاية. للأسف ملاك حتى برنامج ديني ولينا نحكيه فيها على الاستشارة، يعني مش معناتها ما نجموش نحكيه على الاستشارة الوطنية. أنا نعطي مثال آخر اللي هو مش بعيد على التلفزة التونسية، مؤسسة الإذاعة التونسية اللي هي أيضا مؤسسة عمومية، اليوم نلقاو فيها الرأي والرأي الآخر، نلقاو فيها نقاش جدي على الاستشارة، فيها اللي معاه وفيها اللي ضد، لكن هذا يغيب على التلفزة التونسية اللي المفروض تكون فضاء للنقاش العام حول القضايا المهمة اليوم في البلاد. أميرة محمد ماشيين لإصلاحات جديدة، هذا الكل التلفزة التونسية غايبة عليه. وقت اللي نحكيه مع المكلفة بتسيير المؤسسة تقول لنا هذا مش وقته، تحبوا احنا نخدم في مصلحة الوطن. هل مصلحة الوطن انك تعدي رأي واحد؟ هل هذا تعريفها هي لمصلحة الوطن؟ هل تعريفها انه ابناء التلفزة اليوم هذه حتى شبهة فساد، لأنه فما منشطين وصحفيين طلبوا وقدموا أفكار متاع برامج للمكلفة ولكنها رفضت، ياخذوا في شهري وقاعدين في الدار. هذا ما يسمىش فساد. وين العمل المنجز اللي نحن نطالبوا به؟ احنا بالعكس اليوم ولو الصحفيين يطالبوا باش يخدموا، والمكلفة تقول لهم اقعد في الدار، وإلا كنت تحب يتعمل برنامج لايت على الزيت المدعم اللي لقاوه، على التلقيح اللي جات، والا برا شوف الارشيف القديم قرقش منه وتخرج منه حاجه. هذا شنو جاوبت الزملاء الصحفيين المكلفه بالتسيير؟ للاسف احنا هذايا راهو اعلمنا به السلطه، وقت اللي نلقاو انه الحكومه ساكته نعتبروها هذا تواطؤ، لانه الصمت يعني تبني للخط التحريري الحالي، تبني لما يحدث في مؤسسه التلفزيون السعوديه. اميره محمد، فقط باش نرجع على قرار المكتب التنفيذي للنقابه، التصعيد في التحركات الاحتجاجيه بما في ذلك تقولوا ان لزم الامر التوجه الى اضراب عام في القطاع. اكيد هذا ينجم يكون لانه وضعيه القطاع اليوم وضعيه سيئة جدا. نحب نذكر ملاك أنه توا 4 شهور تقريبا عندنا زملاء في شركة تركيز براد بلا شهاري، ملف المؤسسة هذه غامض جدا، ما فما حتى تجاوب من السلطة باش توضح حتى على الأقل 150 عائلة اللي موجودين فيها شنو هو مصيرهم. نسمع في كلام أنهم باش يتجهوا للتصفية القضائية، وإحنا ما عندنا حتى فكرة شنو كيفاش التصفية هذه، شنو حقوق الناس اللي فيها، أو هل باش تم انقاذ مؤسسه تفتيش، وين صارت الملفات الفساد اللي احالتهم على يعني اللي قالت عليهم نقابه الصحفيين ووجهوا فيهم حتى ملفات ونوصل للتحقيق في ملفات الفساد هذه. علاش بركت مؤسسه تفتيش ايضا كيف اللي هو مؤسسه الاذاعه التونسيه، يعني هي تقريبا عندها 5 سنين، يا بالنيابه يا من غير رئيس مدير عام. هذا زاد اللي وزاد وتر الاجواء وزاد عمق الازمه داخل المؤسسه هذه.
مؤسسة الإعلام العمومي الأخرى اللي هي سنيف لابريس اللي هما تقريبا فالسة باش تبرك زملاء من غير CNSS مش قادرة حتى تغطي مصاريفها. الوضعية تعيسة وتعيسة جدا. ظروف العمل الصحفي ما يلقاش حتى كلافيه ولا سوري باش يكتب. يعني هذه وضعية اللي يخدموا فيها اليوم الصحفيين وضعية مزرية. بالمقابل تلقى صمت التام من الحكومة. وبالطبيعة ما ننساوش الملف الأساسي زاد اللي يهمنا كنقابة وطنية للصحفيين التونسيين واللي هو اليوم تم أخبار تدور أنه هناك نية لتغيير تركيبة تغيير القانون المنظم للمهنة وتغيير المرسوم 116 بصفة أحادية. يعني كما المرسوم 88 اللي تم تسريب المشروع نتاعو واللي ما تمش فيه استشارة حتى طرف تخدم في الإدارة يبدو أنه فما توجه أنه يصير نفس المصير المجلس الأعلى للقضاء يطلع لنا مرسوم ما نعرف عليه حتى شيء ولهذا احنا راهو رافضينه رفضا تاما. احنا مناش ضد الإصلاح بالعكس احنا كنقابة كنا نادينا بالإصلاح في مرات عديدة وكانت يدينا ممدودة للإصلاح ولكن الإصلاح راهو ما يجيش بصفة فوقية ما يجيش من السلطة اللي هي باش تصلح الإعلام ومن بعد تحت بين ظفرين غطاء الإصلاح نلقاوها تركيع الإعلام مش إصلاح الإعلام. احنا هذاك اللي نخافوا منه ولذلك نطلبوا انه اي مشروع يمس المهنة اليوم يجب يكون بصفة تشاركية بصفة واضحة وبصفة شفافة. انا نحب ملاك عن طريق قناتكم وبرنامجكم ان نذكر رئيس الجمهورية كيفاش كان هو الضامن لحرية التعبير وقت اللي البرلمان السابق حب بين كتلة ائتلاف الكرامة وقلب تونس وحركة النهضة حبوا يعدلوا المرسوم 16 على قياسهم باش يتحكموا في الهيكل. نحب نذكر رئيس الجمهورية اللي وقتها كان هو اللي أكد لنا أنه لن يختم أي مشروع يضرب حرية الأعلام وأنه هو الضامن ما يجيش اليوم رئيس الجمهورية يعمل اللي هو حمانة منه في فترة ما من أطراف أخرى اللي حابت تسيطر على قطاع الأعلام. شكرا لك أميرة محمد نائب رئيس نقابة الصحفيين. أكيد كل الأطراف المذكورة عندها حق الرد بما في ذلك المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة الوطنية بما أنها ذكرت على لسان ضيفتنا. بعد شوية نستقبل هشام منصور رئيس جمعية مهني الطاقة. قبل ذلك رونديفوار القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. اليوم كارفور تعطي تخفيضات وتتلهى حصريا بحرفائها المغرومين بتربية الحيوانات وتمد لهم أو تهدي لهم كتالوج سبيسيال أنيمالغي. الكتالوج هذا تلقاو فيه أهم لفريات اللي تراعي مقدرتكم الشرائية فيما يخص حيواناتكم اللي تنجموا تتلهوا بهم كل نهار وكل التفاصيل تلقاوها إما بزيارتكم لجميع مغازات كارفور وإلا على سيتواب كارفور.ان. نحكيه أيضا على الانجاجمون احترام السعر المعروض كالعادة. إذا كنت تلقى حاجة بسوم في غيوم من بعد تلقاها بسوم أغلى في الكاسة أكيد تخلص السوم الأرخص وكارفور يتعهد ويرجع لك دينار. لي كونديسيون الكل متاع تو لي انجاجمون كارفور تلقاوهم متوفرين في لاكوي دي ماغازان وإلا على سيت ويب كارفور.ان. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. بقية المتفرقات الوطنية والدولية في رونديفو نيوز مع عطف زروق. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 وفيات و2099 إصابة جديدة بفيروس كورونا بتاريخ 9 مارس الجاري مقابل تعافي 1161 شخص من الوباء. تلقى أمس 703 شخص تلقيح ضد كوفيد من بين 66928 مدعو للغرض أي بنسبة إقبال لم تتجاوز 1.5% وفق بلاغ وزارة الصحة. أفادت اليوم هند الشابي منسقة خلية الإحاطة النفسية الموضوعة على ذمة التونسيين الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا بأنه تم منذ تاريخ 3 مارس الحالي متابعة وضعيات 8 حالات من بين العائدين ما يمثل 12% من مجموع المكالمات الهاتفية الواردة على الخلية. دعت وزارة التجارة جميع المواطنين إلى معاضدة المجهودات الوطنية لمكافحة عملية الاحتكار والتهريب من خلال التبليغ على الحالات المشبوهة والتجاوزات عبر الرقم الأخضر للوسارة 80-191 أو التواصل المباشر مع الإدارة المركزية والجهوية للتجارة. كما طمأنت الوزارة جميع المواطنين بتوفر المخزونات الكافية من المواد الأساسية والموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة بما يغطي حاجية الاستهلاك خلال الفترة الحالية وشهر رمضان المعظم.
ينفذ أعوان البريد بداية من يوم 22 مارس الجاري إلى غاية 24 من نفس الشهر إضراباً عن العمل بثلاثة أيام وفق ما أعلنته الجامعة العامة للبريد. ويأتي تنفيذ الإضراب المرتقب في قطاع البريد للمطالبة بتنفيذ الاتفاقيات الموقعة مع سلطة الإشراف وفق ما صرح به سابقاً الكاتب العام بالجامعة العامة للبريد لحبيب الميزوري. يفتتح غداً الخط الجوي الجديد من مطار تونس كرتاج الدولي في اتجاه مطار قسنطينة محمد بوذياف الجزائري وفق ما أعلنت عنها الخطوط التونسية السريعة سابقاً، وذلك في إطار توسيع شبكة رحلاتها الدولية القريبة. في شأن دولي، أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن قراراً بتصنيف قطر حليفاً رئيسياً من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو. وقال بايدن في مرسومه الرئاسي نشره البيت الأبيض إن قراره أتى بموجب السلطة المخولة له كرئيس وفقاً لدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية وعملاً بالمادة 517 من قانون المساعدة الخارجية لعام 1961. كشف مستشار للرئيس الأوكراني اليوم أن قيمة الأضرار الناجمة عن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا بلغت حوالي 100 مليار دولار. الأمم المتحدة أعلنت اليوم أن حوالي 2.5 مليون شخص فروا من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي. مرحبا بكم من جديد. في هذا الجزء باش نحكيه على تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على أسعار النفط وأيضا الغاز بحضور هشام منصور رئيس جمعية مهني الطاقة اللي باش نستقبلوه بعد هذا التقرير لريحب حوات. سعر الغاز في أوروبا يحطم رقماً قياسياً تاريخياً عند افتتاح التداولات باقترابه من 4000 دولار. منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا تواصل أسعار الحبوب والنفط والغاز الارتفاع إلى مستويات قياسية. تسببت الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للمحروقات بسبب الاضطراب الحاصل في الإمدادات. فسعر برميل النفط بلغ أعلى معدلاته منذ قرن، إذ صعد من 90 دولار قبل بداية الحرب إلى 135 دولار يوم الأحد الماضي، قبل أن يستقر عند حدود 112 دولار وفقاً للتداولات الصادرة اليوم. كما سجلت أيضاً أسعار الغاز الطبيعي ارتفاعاً صاروخياً، ففي أوروبا التي قررت خفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، بلغ سعر الغاز 3900 دولار لكل 1000 متر مكعب، قبل أن ينخفض اليوم إلى دون مستوى 1400 دولار. وروسيا هي ثالث أكبر بلد منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، إذ تنتج يومياً حوالي 11 مليون برميل، تصدر 60% منها إلى أوروبا و20% إلى الصين و8% لكل من أمريكا وبريطانيا. كما تأتي روسيا في المرتبة الأولى عالمياً في قائمة الدول المنتجة للغاز الطبيعي بإجمالي 638 مليار متر مكعب، تشكل نسبته 16.57% من إجمالي الإنتاج العالمي في 2021. وبينما يمثل ارتفاع أسعار النفط والغاز فرصة سانحة لدول مثل السعودية والإمارات والعراق والجزائر وقطر وليبيا لتعزيز ماليتها العامة وسد أي عجوزات نجمت عن أسعار السنوات الماضية، فإن بلدان أخرى ستتحمل عبء ثقيل للاضطراب العالمي للأسعار. فتونس التي اعتمدت في قانون المالية لسنة 2022 على فرضية 75 دولار سعر برميل النفط اضطرت إلى اعتماد آلية التعديل الآلي في سعر المحروقات، فأقرت في أول مارس زيادة جديدة في أسعار البنزين والغازوال بعد زيادة سابقة خلال شهر فيفري الماضي. ويؤكد خبراء الاقتصاد في تونس أن الرفع من أسعار المحروقات سينعكس على جميع الأسعار بالنظر إلى ارتباط العديد من القطاعات بالطاقة، وهو ما سيحمل تكاليف جديدة على المواطن ستكون ثقيلة خاصة على الطبقات المحدودة. سعيدة باستقبال هشام منصور رئيس جمعية مهنية الطاقة، مرحبا بك، مساء النور. شكرا، مساء الخير، شكرا على الاستضافة وتحية لكل متابعي برنامجكم وشكرا للتطرق لموضوع بالأهمية هذه. مرحبا بك. ساعة قبل كل شيء، جمعية مهنية الطاقة، هل نحكيه على جمعية تونسية، هل نحكيه على جمعية أجنبية أعضائها تونس أم متعددة الجنسيات؟ جمعية مهنية الطاقة جمعية تونسية جديدة المنشأ، معنا حديث المنشأ من ديسمبر 2000
2021. بدينا من سامحني ديسمبر 2020 دونك نجمعوا جميع مهني الطاقة في تونس، ننظروا للطاقة في مفهومها الشامل، دونك طاقات متجددة وطاقات غير متجددة، نفط غاز وفوتوفولتايك اكسيتيرا. عندنا أعضاء في تونس ولكن عندنا أعضاء كذلك في الخليج، في كندا، في فرنسا. الهدف متاعنا أنه تقديم مقترحات لصانعي القرار، تنظيم ندوات، حوارات باش نساهموا في إنجاح الانتقال الطاقي في تونس نحو طاقات متجددة نظيفة، ونحو حاجة مهمة برشا، أمن طاقي خير، نحسن نساهموا في تحسين أمن مهم جدا. بحديث الساعة اليوم وأنظار العالم الكل، مش كان احنا في تونس لكن العالم الكل ينظر إلى هذه الأزمة الأوكرانية الروسية لتداعياتها على النفط والغاز. برميل النفط اليوم يتأرجح ما بين 115 و130 دولار تقريبا. الانفجار هذا مازال متواصل على مستوى البرميل اللي عنده زادة انعكاسات كبيرة على أسعار الطاقة ككل في العالم. هو حتى حد ما ينجم يتنبأ بدقة في الأسعار النفط معناتها، ولكن أنا حضرت كلكو سلايد نعديوهم. هي أزمة عالمية كما تفضلت سيادتك وقلت، دونك نشوفوا هوني الأسعار. دونك الأسعار اليوم وصلت المستويات ما وصلت لهش منذ 4-5 سنين. السلايد اللي بعده نجموا نشوفوه. هي روسيا هي عملاق من عمالقة إنتاج وتصدير النفط. نشوفوا هوني هذا يوري المسالك توزيع النفط في العالم، ونشوفوا اللي روسيا معظم صادرات النفط نتاعها ما تمشيش لامريكا. هذاك علاش مثلا الديكلاراسيون تاع بايدن اللي قال ثلاث باش نوقفوا واردات النفط من روسيا ما عندهاش اثر كبير، خاطر هو يورد اقل من 3% من احتياجاته من روسيا. مسيرش في النقطه هذه خلينا نتفاعل معاك. هل القرار الامريكي بحظر واردات النفط والغاز الروسي هل يمكن ان يتم تبنيها من قبل دول اوروبا؟ وهل ممكن التخلي على النفط الروسي؟ ويا ريت كان زاد ذكرنا بالارقام لانه السوق ضخمه الروسيه بالنسبه لبقيه البلدان هذه. هي كما قلت معناتها الامريكي ما تجيبش نفط من روسيا، ولكن اوروبا تجيب في كميه كبيره من النفط من روسيا، ونجم نشوفوا في السلايد اللي بعده نعرفوا بالضبط شنو الكميات. روسيا تصدر لاوروبا وتصدر لاسيا وتصدر للصين. دونك السلايد اللي بعده من فضلك فوالا. دونك نشوفوا هوني اللي على اليسار، روسيا تصدر 4.8 مليون برميل يوميا لاوروبا، وكل البلدان الاوروبيه سياسيا معناها باش يحاولوا يتبنوا موقف امريكا ويقوموا بالحظر هذا، ولكن هذا ما نجمش يصير بين عشيه وضحاها، لخاطر معناها كميه كبيره معناها بريسك 5 مليون برميل، وفما 2.3 مليون برميل يمشيوا للصين ولبعض الدول الاخرى اللي هما ضد الحظر وباش يواصلوا انهم ياخذوا. ف شنو يقولنا هذا؟ السوق باش تقعد مضطربه لبعض مازال لبعض الوقت معناتها. نجموا نشوفوا سلايد اللي بعده. يلا، هل يمكن تعويض الانتاج الروسي؟ يمكن تعويض الانتاج الروسي صعيب شويه. علاش؟ على خاطر هو النفط فما بعض البلدان فقط عندهم اللي يسميوها سبير كاباسيتي ولا الاحتياطي للانتاج. اليوم تنتج 8 مليون وغدوه تنجم تنتج 10 مليون، مش الناس الكل ينجموا يعملوا العمليه هذه. اكبر بلاد عندها هي السعوديه، بعدها الإمارات، بعد كما نشوفوا هوني إيران، أمريكا وفنزويلا. اليوم السعودية مازالت ما قالتش باش تمشي، وخاطر ما تنساش روسيا هي عضو من أوبيك بلس اللي هي والسعودية معناها كارتيل يتفاهموا في بعضهم، دونك ما يساعدهمش باش. فما بلدان كيما فنزويلا ويمكن إيران باش يزيدوا في الإنتاج نتاعهم. هذا مش قادرين يغطيوا احتياجات السوق، ما ينجموش يغطيوا ال 5 مليون بريل نتاع روسيا، ولذا باش تقعد معناها الحظر هذا مش باش ينجم يكون فاعل آنيا، صعيب ياسر، معناها يسمو برشا وقت، على الأقل شهرين ثلاثة نحكيو. باش نحكيو على زادة صادرات روسيا للنفط، لكن ولا أيضا مشتقات النفط. على خاطر احنا مثلا كان نشوفوا النفط احنا نستعملوا النفط في تونس ونستعملوا المشتقات لي برودوي بترولي اللي هما المشتقات البترولية. المشتقات البترولية هي ليسونس سون بلان والغازوال والفيول كيروزين البيتوم اكسيتيرا، هذوما كلهم مشتقات. احنا الواردات نتاعنا واردات نفط وواردات منتجات بتروليه، هذوما الكل باش يتاثروا بالارتفاع الاسعار هذه.
يتأثروا بصفة مباشرة خاطر المادة غليت، ويتأثروا بصفة غير مباشرة خاطر زاد النقل نتاعهم بشغلة خاطر. وفما ناس الارتفاع هل هو آني لأنه الأصل فيه العقود تكون مبرمة قبل في الغاز لقى مراجعة العقود في الغاز؟ في الغاز لا، في الغاز معناتها عندك الحق يبدأ عقود معناها طويلة المدى وما تتأثرش، ولكن فما في الغاز ساعات تاخذ يسميه سبوت ماركت من سبوت وتمشي تشري وقتها هذاك غلاء. اللي احنا ناخذ مثلا من الجزائر هذاك باش ياخذ نفس السوق بعقد عقد طويل المدى. ولكن كان نستحقوا ان سيربلوس اليوم من الجزائر مثلا وطلبنا معناها سبوت ما عطاوناش، مازالوا ما عطاوناش الاجابه حسب هذا معناها بين ظفرين على خاطر معناها سبوت طلع برشا. كذلك فما مزودين يستعملوا بنوك روسيه، فما مزودين يزم يبدلوا الروتينج نتاعهم ما عادش يتعداو من بعد روسيا. في العاده منين ناخذوا احتياجاتنا من النفط؟ النفط احنا نصدروا ونوردوا. نعرف نصدر اما نوردوا لا من السوق، من السوق العالميه نجم يعني ناخذ السوق العالميه, العالمية. مانيش يعني مش حليف دائم بالاساس كما تقول انت سوا مثلا اوروبا في جزء كبير روسيا ولا لا 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 احنا ناخذوا من السوق العالميه معناتها بالاسعار العالميه ما معناها احتياجاتنا من النفط نجم نمشيو. مشكله اخرى زاد نحكيوا عليها اليوم مساله الغاز اللي تاثر بها هي الحرب. اي الغاز باغ كونتخ بالنسبه لتونس هو الغاز شكون باش يتاثر به برشا؟ باش يتاثروا به اوروبا بصفه مباشره على خاطر 40% من احتياجات اوروبا كان نشوفوا في السعر. إيه سعره كيفاش تغير؟ سعره معطى مثلا في السعر بالنسبه لتونس توا في البترول كيفاش في الغاز؟ الغاز جوستومون معناها بون بالنسبه للبرودوي بترولي اندكسي على البترول وبالنسبه للغاز نفس الشيء اندكسي على البري دو بترول. دونك كيف نجيبه من برا معناتها قد زاد السعر الان خاطر تو مشكل الغاز اكثر من لا تو ما تشوفش انيا ما تشوف حتى شيء باش نشوفوا الا لخاطر فما حاجات يتحسبوا بعد كل شهرين، فما حاجات يتحسبوا كل ثلاثة شهور كل ستة شهور. دونك مانيش باش نشوفوا الامباكت، مانيش باش نشوفوه معناتها، ولكن نعرفوا الامباكت نتاع زياده سعر النفط. فما احصاء معناها من وزاره الماليه اللي يقول لك معناها كل دولار يزيد فما 120 مليون الى 140 مليون كاستيماسيون، هذاك معناها نعرفوا اللي هي باش تكون معناها وطأك عندها كبيره. هذا نشوفوا امدادات الغاز من روسيا ومن جميع العالم معناها المسالك. روسيا اول مصدر للغاز في العالم عبر البايبلاين. اوكي قطر هي عبر الغاز المسال هي اول مصدر، ولكن روسيا عبر البايبلاين والكل يمشي معناها جزء كبير منه يمشي لاوروبا. تبقى معنا هشام منصور رئيس جمعيه مهنيه الطاقم. مازلنا مواصلين في نفس الموضوع على تداعيات على الانعكاسات والتفاصيل مهمه جدا بالارقام والمؤشرات. فاصل ثم رأيت.